بعد مضي أيام على المجزرة الإرهابية في منطقة ردع في محافظة البيضاء التي استهدفت أطفالا أبرياء من طالبات مدارس الخنساء، وصل عدد ضحاياها إلى أكثر من 30 شهيدا، ما زاد حزن أبناء ردع الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لمطالبة الدولة بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد حالا من الانفلات الأمني. جريمة استهداف الطالبات وهن مغادرات إلى منزل بعد أداء نوع من التعليم الذي كان آملا لأمل كبير بالعلم بالحياة الكريمة، وللأسف كافؤوهن، قتلوا الطفولة، قتلوا العلم، قتلوا الشمعة المضيئة المستقبلية. ونسأل الله أن يجنب بلادنا المحن والفتن. أكاديميون وتربويون وطلاب مدارس أمانة العاصمة عبروا عن غضبهم واستنكارهم لتلك المجزرة الوحشية التي حصدت أرواح أطفال أبرياء وزاد من الرعب والخوف في أوساط طلاب الأمانة. نتضامن تضامنا كاملا مع هؤلاء الطالبات، مع أسرهن، مع المجتمع بأكمله. نعاني الآن في المدارس من تخوف الطلاب، متخوفين جدا حقيقة من موضوع التفجيرات. هناك خوف شديد من الأهالي من الطلاب. نلاحظ خلال هذه الفترة طبعا غياب من قبل الطلاب، السبب في ذلك هو الخوف من العبوات الناسفة. جينا بسبب ما وقع في الرداع مدرسة الخنزاء الذي قاموا بتفجير الباص حق الطالبة، يعني هذا شيء لا يرضى لا بأهل الله ولا الرسول. يعني أمس كان في رداع غدو عقا حاني. أبناء رداع في وقفتهم الاحتجاجية طالبوا الدولة القيام بواجباتها، مخاطبين الأجهزة الأمنية حماية المواطنين من الأعمال الإرهابية التي وصلت إلى استهداف طلاب المدارس. في الحقيقة أنها جريمة بشعة جدا، وخاصة مدينة رداع تواجه ما يقارب 3 سنوات أو أكثر، والقتل والإبادة مستمرة بجميع أطرافها. بغض النظر إحنا منطقتنا وليما بشكل عام عمرها ما حدثت فيها مثل هذه الحالات ومثل هذه التفرقة. فنرجو أن الدولة تنظر إلى هذا النظر، والدولة يجب أن تثبت هيبتها وتتحمل المسؤولية في هذا الجانب، وجود جيش وأمن يحمي البلد. في نهاية الوقفة الاحتجاجية أصدر وجهاء ومشايخ رداع بيانا طالبوا الحكومة التحرك العاجل وإلزام الجهات المعنية بملاحقة القتلة الإرهابيين. جريمة تلو جريمة، إلا أن هذه المرة هي الأبشع والأشنع في تاريخ الشعب اليمني باستهداف أطفال المدارس، الذي ينتظر أبناء رداع وأبناء الجمهورية بشكل عام تقديم من يقف وراء تلك المجزرة الإرهابية إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.